ما الذي يفيده المسلمون في فرنسا وفي أوروبا وفي العالم الغربي كله من قتل طائفة من الفرنسيين؟ ما الذي يفيده المسلمون؟ أقول لك، سيضيق عليهم وستقوم فتنة عظمى. قد حذر وزير الداخلية الفرنسيين من الوقوع في هوتها، يقول: أوصيكم بضبط النفس. ما معنى هذا؟ أن يقوم غيرهم ومن يركب الموجة من غيرهم بالاعتداء على المسلمين، بانتهاك الأعراض، بحرق الممتلكات، بإزهاق الأنفس، بإراقة الدماء، بالتضييق عليهم في مواردهم ومصادرهم، في مشاريعهم وفي طرقاتهم. ثم قد قامت الذريعة عندهم وعند الدنيا كلها إن هذا الدين هو دين الإرهاب، ثم ينشرون من الصور ما هو معلوم عن نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، وعند مواطنيهم تقوم الحجة: هذا دين يدعو إلى إراقة الدماء، إلى ذبح الأناسي على مرأى ومسمع من غير ما ذرة من الرحمة في القلوب ولا في النفوس ولا في الأرواح. يا ويح هؤلاء الذين يخرقون السفينة ليغرقوا أهلها، ويحهم ثم ويحهم ثم ويحهم. إنهم يخرقون السفينة ليغرقوا أهلها.